انا بقالي 37 سنه معتزله. انا اعتزلت يعني انا اعتزلت قبل ما اخلف عمر. انا كنت جايبه نريمان ومحمود ما كنتش جبت لسه عمر ولا عبد الله. في الساعات الماضيه تصدر اسم الفنانه المصريه المعتزله شمس البارودي مواقع التواصل الاجتماعي واصبحت حديث الجمهور بعد انتشار صوره حديثه ليها ظهرت فيها برفقه زوجها الفنان حسن يوسف، واعتبرها الجمهور بمثابه صوره مبهجه للثنائيه. الفنانة شمس البارودي ظهرت في الصورة المنتشرة وهي تجلس بجانب زوجها الفنان حسن يوسف، وتلتقط لهما الصورة على طريقة السيلفي. ولقت الصورة تفاعل كبير جدا من قبل بعض المتابعين الذين أشادوا بجمال الفنانة المعتزلة وأكدوا أن ملامحها حاليا ما زالت جميلة جدا وقريبة من ملامحها في مرحلة الشباب. واعتبر الجمهور أيضا أن الفنانة ما زالت تحافظ على جمالها بالرغم من تقدمها في العمر، حيث تبلغ حاليا من العمر 75 عاما، فهي من مواليد شهر أكتوبر من عام 1945. كما تمنى لها الجمهور دوام الصحة والسعادة مع زوجها الفنان حسن يوسف وأسرتها الكريمة. وتعتبر الفنانة المعتزلة نادرة الظهور الإعلامي، إلا أنها قبل حوالي عام قررت الرد على أنباء عودتها للتمثيل مجددا بعد سنوات طويلة من الاعتزال، حيث قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم أنها قررت الاعتزال منذ أكثر من 37 عاما، ولكنها لا تفكر في العودة مرة أخرى للتمثيل. ولفتت إلى أنها تركت مجال التمثيل قبل ولادتها لابنها الأصغر عمر حسن يوسف الذي قرر خوض عدة تجارب في مجال التمثيل. تعرف يا إدوارد، أنا بقالي 37 سنة معتزلة. أنا اعتزلت يعني أنا اعتزلت قبل ما أخلف عمر. أنا كنت جايبة نريمان ومحمود ما كنتش جبت لسه عمر ولا عبد الله. عمر عنده دلوقتي 35 سنة. أنا اعتزلت جميلة قبل ما اشتغلت معاه. جميل. أجيب عمر بسنتين. فأنا قدمت لكم عمر بقى. كما أكدت أنها لا زالت على علاقة بعدد من نجمات الوسط الفنية، من بينهن الفنانة شهيرة وسهير رمزي وعفاف شعيب وغيرهم، موضحة أنها تحرص على متابعة المجال الفني بسبب تواجد زوجها الفنان حسن يوسف وابنها عمر في هذا المجال، لكنها لا تنوي التراجع عن الاعتزال. هل حضرتك بتتابعي بقى الأعمال الفنية سواء كانت سينما أو تلفزيون أو المسلسلات تنزل في رمضان، ولا حضرتك برضو ما قطعتي خالص من المتابعة دي؟ لا، طبعا وجود حسن يوسف في المجال الفني لازم أتابع. وبعدين بقى عمر كمان دخل، يعني أنا بتابع عشان كده، عشان جوزي وابني. وطبعا في ناس كتير يعني ما شاء الله ما زلت على علاقة طيبة بيهم. شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، سهير رمزي، عفاف شعيب، يعني كتير جدا. بس التواصل بقى عن طريق التليفونات والواتساب وكده، لأن أنا الحقيقة معظم وقتي أنا وإخواتي، إحنا سبعة، وحسن وإخواته سبعة، فأنا مستكفية بالعيلة. كفاية قوي، مش عايزين أكتر من كده، مش عايزين أصحاب. يعني اليوم ما بيلحقش يعني. وقد اعتزلت الفنانة شمس البارودي الفن في بداية الثمانينات بعد آخر أفلامها اتنين على الطريق مع الفنان عادل إمام، وارتدت الحجاب والنقاب لفترة واعتزلت الأضواء منذ ذلك الوقت، وكان آخر ظهور لها قبل حوالي عامين مع أسرتها قبل أن تعود للظهور في صورة جديدة في الساعات الماضية. وقد تزوجت شمس البارودي من حسن يوسف في بداية السبعينات وأنجب 4 أبناء، وهم نريمان وعبد الله ومحمود وعمر. وقد سبق أيضا وأن نفت الفنانة شمس البارودي تماما عن ما تردد عن نيتها لتقديم سيرتها الذاتية في عمل تلفزيوني، مؤكدة على أنها تركت الفن برمته، وخصوصا أنها ابتعدت عن الشاشة في عز تألقها. وتتفرع شمس حاليا لمنزلها وزوجها الفنان حسن يوسف وأبنائهم 4 إلى جانب اهتماماتها الدينية. شكرا لكم على حسن المتابعة. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى اللقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.